الدليل أهداف أهم أهداف الدليل هو الحفاظ على هوية مدينة المحرق من خلال وضع أسس استخلصها من التراث العمراني لمدينة المحرق الشمال تعكس ثراء الحضارة البحرية. طبعا من أهم أهداف الدليل هو الحفاظ على هوية المحرق ومن ثم تناقم المباني التراثية مع المباني الحديثة وكذلك التوازن فيما بين الابتكار والاحتفاء بالتراث البحريني الغني. أبواب الدليل، طبعا الباب الأول راح أتكلم عن الضوابط التصميمية لمناطق التعمير في مدينة المحرق التراثية. الباب الثاني هو الضوابط التصميمية للبنية التحتية. أما الباب الثالث فيتكلم عن الضوابط التصميمية لواجهات المباني، والباب الرابع ضوابط تصميمية لمساحات التشجير. طبعا الدليل دي تم العمل فيه بكل أمانة بالتنسيق مع كل الجهات الحكومية المعنية بتوفير خدمات البنية التحتية، ويمكن تشاركت في كل الجهات وكل جهة أدلت بدالها، وصار تجميع لهذا الدليل وتمت مراجعته، تم عرضه أيضا على اللجنة العليا للتخطيط العمراني وتمت الموافقة عليه بشكل متكامل، والله الحمد راح بإذن الله تعالى في القريب العاجل راح يصدر هذا الدليل من خلال سعادة الوزيرة بقرار وزاري بإذن الله تعالى. طبعا الباب الأول ضوابط تصميمية للتعمير في مناطق التراث، تم استحداث عدد من التصانيف المتعلقة بمناطق التراث العمراني والمناطق التاريخية في البحرين، وهذه من ضمن الباب السابع اللي تم تدشينه في الاشتراطات التنظيمية اللي تم تدشينها رقم 93 حديثا في 2023. طبعا هي تتكون من أربعة مناطق، هي مناطق المواقع الأثرية واللي حين نسميها الأركولوجيكال، مناطق الحدائق التراثية اللي هي الهيرتج جاردن، وأيضا مناطق التراث العمراني وفيها ثلاثة تصنيفات، مناطق التراث العمراني ألف، ومناطق التراث العمراني باء، ومناطق التراث العمراني جيم. طبعا هذه المناطق طبعا الاشتراطات راح تحدد الارتفاعات، واجهات المباني، شكل الأبواب، شكل النوافذ، شنو مسموح وشنو غير مسموح فيها. أيضا التراث الوطني اللي هي لها علاقة بالناشنال هيرتج بيلدينج اللي هي المباني أو المعالم ذات القيمة التراثية والتاريخية العالية. مثل ما تشوفون ضوابط التصميم، الباب الثاني هو الباب التصميمية لواجهات المباني في مناطق التراث العمراني، وهي فيها خمس أبواب رئيسية وهي الكتل المعمارية، وهي الله يسلمكم اللي لها علاقة بواجهات المباني، واجهات البنية التحتية، وأيضا طابع والسمات وسمة المبنى، وأيضا التميز والأصالة اللي تميز في مملكة البحرين والتراث العمراني فيها. العناصر المعمارية لها علاقة بالأبواب، قياسات الأبواب والنوافذ قياساتهم، البروزات، وأيضا الأسوار. أما فيما يتعلق بالألوان فيعني شددنا في الدليل أن تكون الألوان ذات جودة عالية، وهي تتوافق أيضا مع التراث والمباني اللي موجودة في المحرق على أساس أنها ما تعطي ألوان مختلفة، وهي تتوافق مع الطبيعة أيضا، طبيعة البحرين وجو البحرين. أما فيما يتعلق بالإعلانات التجارية أيضا حطينا لها ضوابط واشتراطات واضحة حتى فيما يتعلق بالخطوط اللي راح تستخدم، القياسات على أساس أنها تكون كلها منظمة وبشكل حضاري يعكس التراث العمراني لمدينة المحرق. أما فيما يتعلق بالمباني فهناك أربعة نماذج تم تصميمها لهذا المشروع بإذن الله تعالى، واللي راح تتوافق بإذن الله تعالى مع المباني اللي موجودة، ولكن ما راح تأخذ بنفس طابع المباني الموجودة عشان نعطي التراث قيمته الأصيلة، والمباني الأخرى تتوافق معها أو تتناقم معها مثل ما أسلفنا. أما فيما يتعلق بالبنية التحتية ففي شقين أساسيين هي الشوارع وممرات المشاة، نحافظ قدر المستطاع لأن مثل ما تشوفون يعني مدينة المحرق فيها الأزقة والشوارع الجميلة، لأن احنا نبي نحافظ عليها وتحافظ على هذه السمة، وراح تتشارك فيها المشاة، تشارك فيها السيارات وأيضا المواصلات أو وسائل المواصلات الأخرى، في ولها كلها نفس مثل ما تقول يعني الأولوية في الطريق. أما فيما يتعلق في عناصر فرش الشارع فهناك أكثر من طريقة، سواء كان الطوب المستخدم أو الأسفلت، أو فيما يتعلق بالإنارة شكلها الجمالي، وأيضا التشجير والتظليل من خلال الأشجار اللي راح بتكون في الباب الثاني اللي هي ساحات التشجير، والتشجير أيضا الشجرات العامة
فيما يتعلق بمواصفات التجديد الحضري، وهذا راح تشمل التربة المناسبة للتشجير وأيضا أنواع الأشجار راح تستخدم. راح نستخدم الأشجار اللي أصلا هي ملائمة لبيئتنا وأيضا ملائمة أنها يعني تسوي لنا بشكل كبير ظلال وشيد، يعني ظلال عاسسنا تكون في الممرات هذه اللي راح نستخدمها أن الناس تمشي لتنتقل من جهة إلى أخرى في المدينة نفسها من غير أي عناء. أما فيما يتعلق بالمساحات المفتوحة فإحنا راح نركز على الإشارات والضوابط اللي نراعيها عند تصميم المساحات المفتوحة وتكون لها تعكس الطابع الجمالي بين الحداثة والتراث.